في هذا الصدد أشارت سعادة المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، أكدت في نشرة سابقة إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث يرتكز على دولة قانونية ديمقراطية تنتهج مبدأ سيادة القانون. مبدأ الفصل بين السلطات هو قوام مرتكز أي دولة ديمقراطية تنتهج مبدأ أيضا سيادة القانون. نعم. فأتت السلطة التشريعية حتى تختص باختصاصاتها المنصوص عليها في أعمال التشريع والرقابة وكذلك العمل على التوافق فيما يتعلق في برنامج عمل الحكومة، وفي ذات الوقت العمل على الميزانية العامة للدولة كأهم مناطق تكلف فيه كسلطة تشريعية. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فهي تختص بتطبيق وإنفاذ تلك القوانين بالإضافة إلى رعاية مصالح وسياسات الدولة وتقديم الخدمات وإدارة المرافق العامة. ثم تأتي السلطة القضائية التي هي معنية في تطبيق وإنفاذ أحكام القانون وسير العدالة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ ما بين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية أو مؤسسات الدولة. وبالفعل المتتبع لتلك المسيرة في هذا المبدأ من حيث أنه تم الأخذ بمبدأ الفصل مرتبط أيضا بمبدأ التعاون والمرونة في هذا التعاون. فمنذ انطلاقة مشروع الإصلاح الوطني بآماله وتطلعاته الرحبة، شهد وطننا العزيز نهضة شاملة لا تخطئها العين المنصفة، ولقد جاء توافقنا على ميثاق العمل الوطني ليكون خيارنا الحاسم للمضي قدما في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية والحامية للحريات المتزنة والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.